اوكي حبايبنا، اليوم نزل عنا كتير احداث نزلت باللعبة يا اساطير. سو حبايبنا الكرام، خلينا ندخل نشوف شو راح يصير وشو ما في. ما في حبايبنا، خلينا نبلش على السريع يا شباب. ما راح نطول لكم اكثر من هيك، بدون مقدمات ليتس جو. بس طول بالك قبل ما نعمل اي شيء، حطوا لنا لايك، حطوا لنا شير، مشترك اذا مشترك حبيبي والله. خلينا ندخل نشوف شباب الاحداث الموجوده. حبايبنا اول شيء حبايبنا عنا اليوم عجلة الحظ. اوكي اول شيء حبايبنا هي عجلة الحظ، تمام. مثل ما انتم شايفين حبايبنا عندنا هون كثير من قسام ومقاسام واشياء وبطاقات حاضنه وكثير من الاشياء شباب، وكثير من السكنات كمان. هون عندنا سكنات بس ولكن هذول كان عندي اياهم من قبل. اوكي رح ندخل نشوف شو في بهذا الحدث حبايبنا. طبعا هون شباب شخصيه بالنسبه لي شباب لازماني رح ناخذ نجيب هذا جسم، لانه الجسم هذا شباب كثير عجبني. خلينا نجيب حظنا شباب، خلينا نعمل دويره. طلعنا ان شاء الله 90 معلم. او ماي جاد 50% معلم، تخفض 50% يا شباب. اوكي طبعا شباب هذا الحدث لازم يعني لازم تعرف تشتغل عليه، فهمت علي كيف؟ لما تشوف يجيك تخفيض مثلا قليل كثير، تجيب العناصر مثلا اللي هي الخفيفه، يعني خفيفه الثمن، مثل هي مثلا. راح اجيب هي. اوكي لازم بس اجيب هذا الجسم. طبعا شباب انا راح اجيب، ثواني شوي، ما راح اجيب هالصنديق ما يلزموني، حابب اجيب بس هي، تمام يكفي، تمام. ما راح اجيب الباقي لانه عندي يوم قبل. اوكي خلينا نعمل لفه ثانيه. 60% حلو شباب. خلينا نجيب هذا السكين وبعدين نروح ندخل نجربه، تمام. هذا نشوف السكين، هذا بالنسبه للسكين حبايبنا. اوكي طول بالك عندنا هون شباب سجل الدخول واحصل على جوائز، نفس الشيء شباب دول معروفات، تمام. هون عندنا نازل توب اب جديد، هات ندخل نشوفه. قولي حبيبي والله معلم، والله حلو هالدلج هي، وهي ثلج جديدة كمان. أول مرة فكرت الثلج هي شباب، فكرت الثلج يعني. أوكي سوونا شوي. وعندنا اليوم يا حبايبنا شيء كثير حلو شباب، تقوم الثلج ركزوا لي شباب، اللي هو الحدث الشيء كثير مهم شباب، حدث البويا الشباب اليوم. يعني فيه أشياء الصراحة لازم نشوفها مع بعضنا ونفرجيكم أشياء يعني ما كنت متوقع تنزل. أوكي حبايبنا، أوكي خلينا ندخل شيء على الحدث البويا. لا طول بالكم، أول شيء رح نطلع من هيك بعدين ندخل على الحدث. بنطلع حابب أفرجيكم شغلة أول ما تفتح هي. أيوه هي هذا كله على بعض. اوكي شباب هون حبايبنا عندنا اول شيء راح يكون في شخصيه جديده. طول بالك طول بالك، لا 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 ارجع لورا، ارجع هدي شوي. عندنا هون يا شباب اول شيء راح تنزل شخصيه جديده يا شباب، راح تنزل بعد تقريبا 8 ايام ولا 7 ايام شباب، 19 شهر يعني الايام الجايه، تمام. لا تنسوا شباب تعملوا تذكير عشان تحصلوا عليها شباب. اوكي ونفس الشيء شباب هون عندنا سيف جديد، عندنا هون حقيبه جديده شباب، هذا الراس كان متواجد من زمان رجعوا نزلوه، حلو. طبعا هون يا شباب مثل ما انتم شايفين نفس الشيء مثل كل مره لازم تبدلوا الجوائز هون، شايفين معي كيف. طبعا لنحصل على التوكن شباب اكيد بتفرجيكم شباب. عندنا هون شباب كمان حلوه والله هالسياره هي شباب، سيارات الكبيره شيء مرتب. عندنا هون شباب رخصه جديده كمان هون مثل ما انتم شايفين، لا تنسوا شباب تعملوا تسكيل اول ما تدخلوا مشان اول ما يجي الوقت 22 شهر يعني من هون لاخر الشهر الرخصه شباب، تمام. كل ما عليكم تعملوا تسجيل دخول ونحصل على هالرخصه. اوكي حبايبنا نفس الشيء شباب هون عندنا حدث كمان هون واللود. اوكي هاي بالنسبه للحدث البويا شباب، لا تنسوا تعملوا تسكير، هاي بالنسبه مبدئيا. اوكي اول شيء شباب الان حدث البويا 18 يوم، خلينا ندخل على حدث البويا على اليمين حبايبي. اوكي تمام هون شباب خلفي مباشره هون حبايبي راح افرجيكم شيء اللي هو هون تسجيل دخول يومي، تمام. تضغطوا هون شباب كوميه بتدخل هون نحصل على التوكن، تمام. هذا التوكن شباب انا راح افرجيكم كيف راح نستعمله عشان نحصل في توكن ثاني شباب اللي هو هذا اللي هون شباب، شايفين كيف في توكن هذا اللي عادي اللي هو نرد البويا، وفي شيء ثاني شباب هذا لازم نستخدمه عشان طولوا بالكم اللي هو شوية هو جست تحتي شباب اللي هو متجر بويا شباب. اوكي نضغط من هون شباب ونستبدل منهم نحصل على الجواز على اليسار مثل ما انتم شايفين، ونفس الشيء في طرفين وفي سكين بالنت، تمام. اوكي وهذا شباب الموتور السيارة الكبيرة، والله السيارة شباب هي كثير كثير حلوة الصراحة، كثير كثير حلوة شيء باللوس. شيء ثاني خلينا نفرجيكم هي السيارة، ثواني نوقف بالوسط يا زلمة، نرجع لهون. هي السيارة حبايبي. اوكي نفس الشيء شباب نستبدل، طبعا هذا الان مغلق الان شباب لما يبلش الحدث شايفينه مكتوب وقت الفتح 20 من 20 ل 30، تمام ما في مشكله. اوكي هي بالنسبه مبدئيا لهذا الامر حبايبي. ثاني شيء الان شباب رح ندخل على البويا جو، مثل ما انتم شايفين هون على اليمين شباب هناك في الاسهم، ما اسهم نضغطوا عليها، تمام. صار في تغيرات وما تغيرات واشكال وحبيب والله. طبعا شباب هون عندنا شباب عندنا التوكن اللي هو هذا المثلث هذا النرد، تمام.
طريقه الاستحواذ، كاتبين يا شباب ندخل على الجيم نلعب جيم عادي حدث باتل رويال، بنقدر نحصل على هذا التوكن هذا مبدئيا. ونفس الشيء هي للبويا كمان هون، شايفين معي كيف لما نعمل لفه اول لفه شباب، ركز معي اول لفه، بنعمل اول لفه هيك يصير حبيبي والله. نعطيكم الخطوات يعني تاك 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 هولي حصلت، وهذا هذا شيء شباب بنحصل عليه من تسجيل يومي لما نلعب جيمات، ومن هون بنفس نفس الوقت بنقدر نحصل عليه هون هذول دول النار. تمام حبايبي، هاي بالنسبة يا شباب لكيفية الحصول على الجواز اللي تبعت الحدث البوي. تمام طبعا هون شباب الشخصية هي يا شباب عندي وين الشخصية هون حبايبنا، هون الشخصية شباب بالنسبة للمزايا الشخصية شباب، هالشخصية بتشبه شخصية ما اعرف شو كانت اسمها شباب باللعبة، بتزيد نفس الوقت الدم، لا هذيك كانت بتزيد الاصفر، يمكن كانت اندرو شباب اللي بيزيد علامة الاي بي هذول تبعت الصفرة. ولكن هاي شباب هون مكتوب على اليمين شو اللي فهمنا منه شباب، تعافي نقاط الصحة بعد الاشتباك في القتال، يعني بيزيد دم بعد الاشتباك في القتال. هون خلينا ندخل، خلينا ندخل شباب على السريع على السريع حبايبي، ندخل لتحت. هل يا ترى موجودة هون؟ ها موجودة هون شباب، هي حبيبي والله حبيبي والله شباب. طبعا هذه الشخصية شباب ثانوية اوكي، يعني مش رئيسية، شيء كتير حلو. تمام هون مكتوب عنك تعافي خمسة من نقاط الصحة بعد النجاة من القتال. طبعا شباب بعد النجاة من القتال يعني اكيد بعد ما يخسر مثلا بعد ما تقتل عدو. تمام هون الليفل ماكس تبع شباب بيزيد لك 30، يعني هالشخصية شباب كتير مهمة راح تكون بالجيمات وكل شيء، يعني كل ما تقتل توقعوا شباب، يعني كل ما تقتل كل ما تقتل واحد. تمام مثلا داخل فايت واثنين ثلاثة حواليك كذب، تضرب واحد منهم ناس دماتهم ناقصين، يعني تقتل واحد بتعبى دمك فجأة 30، والثاني بتقتله معلم وخلص بصير عندك دم فل. هالشخصية شباب راح تكون بالنسبة لي شخصية كتير مهمة الأيام الجاية، أوكي حبايبنا تنسوا تحصلوا عليها حبايبنا، أوكي من الحدث. أوكي الآن اللي بعد شباب. طبعا حبايبي أول ما ندخل على التقويم، تمام هون موجود عندنا البوية يوم البوية، تمام موجود عندنا كل شيء هون حبايبنا. تمام هون عندنا التقويم شباب، مثلا نبلش من اليوم، هون موجود من اليوم شباب 12 نوفمبر لا تنسى شباب مثل ما انتم شايفين هون شباب مكتوب عندكم جميع الاحداث حبايبنا، فهمتوا علي كيف؟ يعني اذا شي نهار نسيت تحصل على شيء جائزه او شيء بتدخل هون بتتاكد يوميا وبتدخل على الحدث وبتظبط وحبيبي والله. تمام اهم شيء لا تنسوا شباب 19 شهر هون موجود جائزه الدخول اليومي اللي هي الشخصيه شباب، فهمتوا علي كيف؟ والباقي شباب الجوائز الموجوده هون على اليسار. ندخل على التشويق، شوفي ما في هون عندنا، هون حدث كبير قادم هون الشباب. هون بالنسبه لهذا هذيك مره نسيت افرجيكم اياها شباب، هذا الحدث الكبير، شو هالحدث صراحه ما بعرف شباب، الظاهر من دايره هون شيء غريب ما بيفتح لنا. هات نشوف مثل ما انتم شايفين حبايبنا هون لما نعمل بلاي، شايفين هون الشباب في اشياء تجتمع شخصيات، واكيد يعني انا برايي انه يمكن شيء مثلا شيء قول لي شفتوا شفتوا هذا اللبس يا شباب؟ طبعا هاي اللبسه شباب، هي لبسه شباب اللي لبسه جديده شباب اللي ممكن تتطور ويتغير لها لون وما لون حبيبي والله معلم، دمار شامل هون شباب صاير هون حبيبي والله. الكشف الكامل يوم 13 نوفمبر شباب، يعني غدا غدا شباب راح نشوف شو راح يصير هون حبيبي والله. اوكي حبيبي الان شباب هون عندنا نفس الشيء، هون عندنا شباب جوائز تراكميه شباب، فهمتوا علي كيف حبيبي والله؟ تسجيل يومي بنحصل على هذا الاشياء، كاسة بويا لذوني وتمام، واللعب هذا هو حبيبنا بالنسبة للآن. خلينا ندخل نشوف شباب بشكل سريع، شوفي ما في هون، هون شباب عندنا هون التسجيل، هاي التلج شباب لازم نعمل العب مع أصدقائك 4 مرات حبيبي والله، لازم اجيبها كمان. وهذا عنا عجلة الحظ شباب، الحدث اللي فرجيتكم اياه من شوي لحجة النصائح، هنتأكد شباب قبل ما ننهي المقطع حبايبنا حبايبنا الكرام. هذا هو شباب هذا، واعتقد شفنا كل شيء حبايبنا. اوكي حبايبنا هي بكون تم مقطعنا اليوم حبايبنا، مثل ما انتم شايفين عنا اليوم الحدث البوية نزل شباب، خليكم جاهزين شباب اكيد راح ينزل احداث اكثر واكثر شباب، يعني بتعرفوا مثل كل مرة حدث البوية شباب في هذه الفترة حبيبي والله. سو ليديز اند جنتلمن نشوفكم على خير، ان شاء الله انبسطتوا معنا بهذا المقطع، لا تنسونا بزر اللايك والشير. قريبا سلاح اليوم بي شباب راح ينزل باذن الله تعالى شباب، وفي سكين كمان مثل سكين الكوبرا شباب راح ينزل قبل التطوير، خليكم جاهزين راح يكون الامر باللوس، راح نعمل عليه باذن الله تعالى مسابقه. اوكي سلام عليكم.